بالنسبة لطلبي للحق المدني، تقول أول حاجة سعيدة شرف غير باش نعلمكم، راه ما عمرها درت شي شكاية، راه باقا كنقول هذا الكلام. وأتحداك سيدي النقيب أمام الملأ أنك تقول سعيدة شرف قامت بشكاية، جيب لي عدد الشكاية أو رقم الشكاية، جيب قدام الناس وقدام الإعلام المغربي واللي بغيتي، جيب لهم وثيقة أو شكاية موقعة باسم سعيدة شرف. أنا لحد الساعة ولحد الآن لا أنا ولا دفاعي الممثل في شخص السيد النقيب المحترم الأستاذ الصباري، لحد الآن ما عمري درت شكاية لا بدنيا باطمة ولا بكل المتهمين، فقط أنه درت الشكاية بالحساب. أنا كنقول لكم كنتحداه، غتقولوا لي شنو بين لك ياك داكشي اللي باه، فأنا غير باش نجيك للحق، الحق المدني علاش طلبته. فالقضاء جرم المتهمين، جرم انا اللي طلبت بالحق المدني منهم. شكون؟ دنيا باطمه، ابتسام باطمه، واسامه العجمي. القانون ملي كيجرم وكيبين الناس اللي من وراء حمزه مبيبي، هذيك الساعه انا من حقي، مع انه الدفاع ديالي، هيئه الدفاع ديالي هو اللي دار هذا الاجراء، انا لا علم لي به اصلا. يعني اكثر حاجه يمكن نطلب هو انه الحق يتخاذ والردع، لانه كل واحد تولى نفسه يقوم بالتشهير وبالاجرام، هذا غيولي باب مفتوح للجميع. فالدفاع ديالي من حق وقانونيا خولوا لي القانون والدستور المغربي انني طالب بالحق المدني. انتم كصحافه ملي كديروا شي حاجه مع شي واحد اول حاجه كيطالبوها التعويض. انا كنقول لكم وكتم واحد المغالطه قال لكم عطاو 10000 درهم، سعيده شرف ماشي كتطلب، يجي يعطوني 40000 درهم بينها وبين ابتسام باطمه، وهذيك 40000 درهم هيئه الدفاعي تمشي وزعوها على الخيريات. انا ماشي في حاجه 40000 درهم، ولكن تسنى التعويض منهم، ولكن لا للمغالطات، لا لتسريب، ويضحكوا على الراي العام.